وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد علي العرادي، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. أهلا بك في نشرة الأخبار، ولو تحدثنا عن دعم القيادة حفظها الله لمنظومة مجلس التعاون على مر السنوات. بداية مساء الخير، وامتاز هذه الفرصة كذلك تمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم بطبيعة الحال على هذه الاستضافة. أود كذلك أن أسجل وقفة إجلال وإكبار المقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، القائد الحكيم والذي شكل دعمه السامي. وبالعودة إلى سؤالك، طبعا شكل هذا الدعم دفعة كبيرة لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نحتفل اليوم بالذكرى 42 على تأسيسه ككيان خليجي واحد. طبعا شكلت مسيرة المجلس المباركة منذ 1981 بحكمة الأباء القادة المؤسسين طيب الله ثراهم عند وضع اللبنة الأساسية، حققت بنيان متين لهذا الصرح المبارك. وبفضل طبعا الدعم السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة وإلى القيادة الحكيمة عبر سنوات طويلة، حققت مملكة البحرين أيضا دورها كعضو فاعل في مجلس التعاون. استطاع هذا المجلس من خلال هذا الدعم ودعم الأشقاء أن يحقق لشعوب الخليج العربي الرفعة والعزة، وكذلك أعتقد أن الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات لعب دور كبير كذلك في تحقيق ذلك. أيضا بالعودة إلى سؤالك، أعتقد بأن الدعم الحكيم للقيادة الحكيمة وكذلك مواصلة هذا الدعم عبر سنوات طويلة وتنفيذ هذا الدعم من خلال التضامن في ابتداء في المواقف في القرارات اللي اتخذها المجلس سواء على مستوى القمم أو على حتى مستوى الاجتماعات الخليجية رفيعة المستوى، وأيضا عبر تفعيل مبادرات كبيرة يمكن تقريركم تطرق إلى جزء منها، عبر المشاركة الفعالة، عبر الالتزام بتنفيذ التوصيات، عبر لعب دور في الوساطات الدولية المنبثقة عن قرارات القادة. هذا الدعم يعني حقق لنا اليوم ما نستشعره نحن كشعوب، إذا أذنتوا لي، في أن نحن شعوب خليجية لاقت احترام العالم من جهة، وأيضا أعتقد أن هذا الدعم ترجم واقعا ما هدفت إليه يعني الأهداف التي وضعها الآباء المؤسسون من حيث أن احنا حققنا مكتسباتنا، بنينا لمستقبل أفضل، نشعر بثقة، نشعر بعزيمة، نشعر باقتدار بإذن الله سبحانه وتعالى، نعتز بما حققناه طبعا، وبالتالي هذا كله يصب في تلبية طموحات وتطلعاتنا نحن كشعوب. نعم، سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.